بسم الله الرحمن الرحيم. شعبنا الصامد الصابر المنتصر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقف أمامكم اليوم لأخاطبكم في ذكرى واحدة من أكثر اللحظات حزنا وألما في تاريخنا المعاصر، وهي الذكرى الأولى لجريمة فضل الاعتصام الثوري الذي انعقد جمعه أمام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم وفي ولايات السودان المختلفة منذ 6 أبريل 2019. مثل الاعتصام الجماهيري ذروة الحراك الثوري الذي بدأ في ديسمبر 2018 مستلهما كل نضالات شعبنا من أجل استعادة الديمقراطية منذ الفجر الكالح لانقلاب 30 يونيو 1989. اجتمعت كلمة شعبنا بكافة مكوناته الاجتماعية والنغابية والسياسية وقواه المطلبية الحية مرددة هتاف الثورة الباسل حرية سلام وعدالة، وانحازت قوات الشعب المسلحة بضباطها وجنودها الشرفاء لهذه الوحدة، ونجحنا مجتمعين في إسقاط نظام المؤتمر الوطني وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن. ظهر إلى العيان في خضم الاعتصام عظمة وجمال الشعب السوداني، وفجرت فيه طاقات وإبداعات الشابات والشباب في التكافل والتنظيم والتخطيط ونبذ العنصرية وقبول الآخر والفن والموسيقى والتشكيل والجداريات وجمهورية أعالي النفق وغيرها من المشاهد التي لن تغيب عن ذاكرة شعبنا وترسم لوحة ثورة عظيمة أبهرت بجمالها وسلميتها وجسارتها العالم أجمع. وعكس كل ذلك الجمال كيف قاوم الشعب السوداني مشروع القبح والتشويه والدمار الذي ظل يحاول إعادة صياغة الشخصية السودانية على مدى 30 عاما من حكم الفساد والاستبداد. ثم جاءت ملحمة الفداء العظيمة في فجر 3 يونيو التي ستظل ذكراها خالدة في كتاب التاريخ، فاصلا بين الجسارة والجبن والوفاء لمستقبل كريم في مواجهة طعنة الغدر اللئيم. يومها تقدم شهداءنا العظماء لينضموا إلى الركب الماجد لشهداء الشعب السوداني في الحراك الثوري وفي معارك الحرية والعدالة في بقاع بلادنا المختلفة، ويرتقوا في معراج المجد والتضحية فداء لشعبهم ولثورته العظيمة من أجل الحرية والكرامة والمستقبل الأجمل للأجيال القادمة. إنني أؤكد لكم جميعا إن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهدائنا الأبطال في مجزرة فضل الاعتصام وفي جريمة 8 و10 من رمضان التي سبقتها وللجرحى والمفقودين هي خطوة لا مناص ولا تراجع عنها، وإنها ضرورية للغاية من أجل بناء السودان العدالة وسيادة القانون الذي ننشد، ومن أجل كسر الحلقة الشريرة للعنف السياسي واستخدام السلاح ضد المواطنين. هذه الحلقة الشريرة التي فتحت جرحا غائرا في النسيج الاجتماعي للسودان ظل ينزف منذ أحداث توريت عام 1955 مرورا بالحرب الأهلية في الجنوب التي اتسعت رقعتها لتشمل دارفور وجبال النوبة وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وضحايا مذابح كجبار وبورسودان وشهداء الحركة الطلابية وشهداء سبتمبر 2013 وغيرهم من أبناء الشعب السوداني الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لقيام دولة العدالة والمساواة والمواطنة والقانون. كل هذا النزيف كان بسبب استرخاص الدم السوداني في خضم العملية السياسية وقيام المشروع الوطني الذي يجمعنا. إنني أقف أمامكم اليوم لأقول من موقع السلطة التنفيذية الذي جاءت به هذه التضحيات بأن الدم السوداني غالي وإن الدم السوداني واحد وإنه لا بد من الكشف عن المجرمين الحقيقيين وراء جريمة فضل الاعتصام ومحاسبتهم. إننا في انتظار اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة والتي سيتبعها تقديم كل من يثبت توجيه الاتهام ضده من مشاركة في مجزرة فضل الاعتصام لمحاكمات عادلة وعلنية، وذلك من أجل إيقاف هذا النزيف وضمان تحقيق العدالة في معناها الشامل
وصناعة السلام الاجتماعي المستدام. وهنا لا يفوتني أن أقدم التحية والإجلال والتعزية مرة أخرى لأسر الشهداء والجرحى، لكل أم مكلومة وأب مفجوع في فلذات أكبادهم، والذين نجحوا في تنشئتهم ليخرجوا إلى العالم وهم بهذا النبل، ويرسموا بدمائهم هذه اللوحة الخالدة للفداء والبسالة والتضحية. ولعل عزاءنا الوحيد ووفاءنا الحقيقي لدماء شهدائنا الأبطال يتمثل في الدفع بكل الجهود والعمل المستمر بلا كلل وبلا ملل من أجل إنجاز واجبات الثورة التي ضحوا بأرواحهم من أجل انتصارها. إن معركة ترسيخ الديمقراطية في السودان والدفع بقاطرة التنمية من أجل بناء وطن يليق بشعبنا العظيم هو الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء. نحن قادرون على تجاوز كل التحديات التي تواجهنا في كافة المجالات إذا تمسكنا بالوحدة التي جمعتنا في مرحلة الحراك الثوري، وهو العهد الذي تركنا عليه شهداؤنا الأبرار، وتجاوزنا الخلافات السياسية الصغيرة والمناوشات غير المفيدة، والتفتنا إلى الهم الأكبر وهو هم بناء دولة التنمية والديمقراطية في السودان التي تسعنا جميعا. لقد نجحت دول كثيرة في محيطنا وحول العالم مثل رواندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وكندا وألمانيا والبرازيل وتشيلي وغيرها من البلاد في تجاوز صفحات دامية في تاريخها عبر مناهج العدالة الانتقالية وبرامج التصالح الاجتماعي. ولكن هذه الخطوات لا تبدأ إلا بالكشف عن الحقيقة الكاملة من أجل الوصول إلى المصالحة. يجب أن نكشف الستار عن كل ما حدث، ونحاسب المجرمين الحقيقيين، ونقول بأعلى الأصوات وبأقوى الأفعال لن نسمح أبدا بتكرار هذه الجرائم مرة أخرى أمام أعيننا وفي بلادنا، من أجل بناء دولة سيادة حكم القانون المستقرة في السودان. إنما أتعهد به أمامكم جميعا في محراب الوطن هو ظلت أعمل عليه منذ اللحظة الأولى لتقلدي منصب رئاسة مجلس الوزراء الانتقالي، أن أبدأ من أجل نزيف الدماء السودانية الغالية. إن الدم السوداني له أغلى وأجل من أي ثمن نبذله من أجل صونه وحفظه وصيانته. دماء الشهداء لن تسب سودان، بل هي قناديل من نور تضيء لنا الطريق نحو العدالة والسلام الشامل، ووضع أسس العدالة والديمقراطية والتنمية المتوازنة في السودان. سنصمد وسنعبر وسننتصر. المجد والخلود لشهدائنا الأبطال. حفظ الله السودان وشعب السودان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.